من اكثر الحاجات اللي بتضايقني لما الاقي لي شخص جديد انه يكون اول سؤال يسالني له معاذ انت من وين؟ انا من السودان. لا يعني قبيلتك شنو؟ من قبيله الشاولين الصينيه. انت عاوز بقى شنو؟ عاوز تبرق لي جواز ولا رقم وطني؟ وعلى سيرة الجوازات والرقم الوطني، ليه نحن لغاية حس بنتسأل من قبيلتنا في الجواز؟ ليه؟ قبل السؤال ده لما يتسأل لعلي عبد اللطيف زعل وعمل مشكلة، وبسببه قامت الثورة ضد الإنجليز وضد الاستعمار الإنجليزي، وبسببه نلنا الاستقلال. طيب لغاية حس بنسأل نفس السؤال ده ليه؟ براحة كده. السؤال ده كان بيسألوه الإنجليز عشان يعززوا النزعة القبلية عند السودانيين. دي نظرية اسمها نظرية فرق تسد، Divide and Conquer. بالعربي الناس لما تكون مشغولة في أنا شايقي وده جعالي وده هدندوي ما تنتبه للمشكلة الأكبر اللي هي زول القاعد مستعمرنا دونه. بس ما تفهموني غلط، نحن حكومتنا حكومة إسلامية وما ممكن تكون قاصدة حاجة زي دي. انت يا زول كذاب، كل يوم قاعد تكذب، ليه قاعد تكذب؟ بالمناسبة دي أنا أتيحت لي الفرصة إني أمشي وأعيش في كمية من مناطق السودان. عشت في مروي بالمنطقة الشمالية سنتين، وعشت في مدينة الدمازين والروسيرس 3 سنوات في منطقة النيل الأزرق، وختمتها بإقامتي في النهود بولاية غرب كردفان. الشاهد في الموضوع إنه رغم تنقلي في مدن السودان المختلفة ما شهدت أي نوع من العنصرية إلا في العاصمة. حاسي إنه ناس العاصمة دائما بيفتش ليهم عن عامل مختلف عن التاني. بعيدا عن انه ده شايي ولا ده جعلي، بقينا بنختلف انه ناس بحري احسن من ناس الخرطوم ولا ناس ام درمان اعرق من العاصمه المثلثه كلها. وحتى ناس الجامعات، الناس المفروض يكونوا متعلمين ومثقفين، لغايه حسي بتناقروا انه انا من جامعه الخرطوم معناه انا احسن منك، وانت من جامعه السودان معناه انت اقل مني مستوى. احتمال ده يكون تاثير الاعلام او تاثير كميه النكات اللي بنسمعها يوميا، فالنكات كلها يا عن جعلي احمق او شايقي بخيل او حلفاوي ما بيصلي. ولما تطلع من حته العنصريه بتتكلم لك عن مسطول خياله واسع. يعني خلينا العنصريه قبلنا على المخدرات. فبين السودانيين انا ما سوداني اصيل لانه لوني فاتح وحلبي، وعند بعض الدول العربيه انا ما عربي لانه اسمر معناها عبد، وفي الغرب ممكن اعامل كارهابي لاني مسلم، او حتى اعامل كبتاع عصابات ومخدرات لاني من افريقيا. بس دي طبيعتنا كبشر، بنخاف من الحاجه المختلفه والغريبه عننا، في حين انه لو انتبهنا اننا كلنا بني ادم، آدم من تراب، وبدينا نفتش على الحاجات اللي بتلمنا مع بعض بدل الحاجات اللي بتفرقنا، كده يا دوب ما حنرتقي وحتزول عننا الفوارق. وفي النهاية بختم بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة، أشوفكم الخميس الجاي بمشيئة الله. شوشة داق جلس من جامعة ميدلسكس دبي. احنا ضمن الدول المتقدمة فلازم الخرطوم تجي يا سيولي، يعني منطق.